بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 84 بعد 182. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونتواصل معكم ومع برنامج نور على الدرب. في حلقة هذا اليوم يسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم الشيخ صالح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله. نستهل هذا اللقاء بما سأل به الأخ محمد صديق، يقول حفظكم الله، ما هي حدود الاستطاعة في الحج، الاستطاعة البدنية والمالية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فسر السلف الاستطاعة أنها وجود الزاد والراحلة، الزاد الذي يكفيه ذهابا وإيابا ويكفي أهل بيته حتى يرجع إليهم، والراحلة وهي المركوب الذي يوصله إلى الحج بكل زمان بحسبه، إما على الدواب وإما على السيارات وإما على الطائرات أو البواخر المركوب. فإذا توفر عنده هذان الأمران، الزاد وتوفر عنده وسيلة الركوب، وجب عليه الحج مرة واحدة في العمر، قوله صلى الله عليه وسلم: الحج مرة واحدة فمن زاد أو تطوع، أو مرة واحدة بالعمر على المستطيع. وهذا من تيسير الله سبحانه على عباده. عرفنا الآن معنى الاستطاعة في الحج. وأما إذا كان يستطيع بالمال ولكنه لا يستطيع ببدنه، لكونه مريضا مرضا مزمنا أو لكونه كبيرا هرما، فهذا يوكل من يحج عنه حجة الإسلام. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع الثبات على الراحلة، أحج عنه؟ قال: نعم، حج عن أبيك. نعم نعم، بارك الله فيكم. وبالنسبة لشروط الحج للمرأة، مثل شروطها للرجل إلا أنها تزيد وجود المحرم، لا بد من وجود المحرم. فإن كان عندها محرم وتوفرت عندها بقية الشروط تحج، يجب عليها الحج مرة واحدة. وإذا وجدت المال ولم تجد المحرم تنتظر، فإن تيسر حجت وإلا وكلت، إذا أيست من وجود المحرم وكلت من يحج عنها. نعم. ما علاقة الحج بالدين حفظكم الله، وهل يمنع؟ نعم، الحج كما ذكرنا أنه يحتاج إلى زاد، والزاد هو المال. فإذا كان عليه دين مطالب به، إذا كان عليه دين حال مطالب به وليس عنده سعة في أن يحج وأن يسدد الدين، فإنه يقدم تسديد الدين. أما إذا كان عنده ما يكفي لحجه ولتسديد دينه فإنه يحج ولا مانع وإن كان عليه دين. نعم. هل الأفضل التصدق بقيمة الحج أم الحج النفل؟ هذا بحسب الظروف والحاجة، كان هناك حاجة شديدة تصدق أفضل من نافلة الحج، وإذا كان ليس هناك حاجة فإن الحج أفضل بلا شك. حج عظيم وفيه عبادة عظيمة، عبادة مالية وعبادة بدنية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح. انتقل إلى سائل آخر، عبد الرحمن الدحيم من حريم، لا يقول حفظكم الله: كيف يتسنى تعميق الإيمان في نفس الإنسان المسلم؟ يتسنى بأمور، منها العمل الصالح، الطاعات تزيد الإيمان. قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه تزيد الإيمان، أن يجد الخوف من الله عند ذكر الله عز وجل، أن يخشع عند تلاوة القرآن ويلين قلبه، أن يتوكل على الله عز وجل ويفوض أموره إليه، هذا مما يزيد الإيمان. كذلك مجالسة الصالحين، وكذلك استماع الذكر واستماع المواعظ والمحاضرات والدروس العلمية، كل هذا مما يزيد الإيمان في قلب العبد. نعم. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر والأخير يقول: يلاحظ في هذا الزمان كثرة الفتن والحوادث وأيضا الحسد وما إلى ذلك،
ذلك، هل هذا من علامات قيام الساعة؟ بلا شك أن الفتن أنها من علامات قيام الساعة. لا حول ولا قوة إلا بالله. فعلى المسلم أن يسأل الله السلامة من الفتن، وإذا حدثت فإنه لا يشارك فيها، يبتعد عنها ويشتغل بالعبادة. فالعبادة وقت الهرج كهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث، يشتغل بالعبادة ويترك الدخول في الفتن والمشاركة فيها، يبتعد عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لحذيفة ما يحدث من الفتن ومن وجود الدعاة إليها، دعاة على أبواب جهنم، قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هذا من أعظم ما يقي من الفتن، أن المسلم ينضم إلى جماعة المسلمين وإمام المسلمين. قال: يا رسول الله، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة تيأتيك الموت وأنت على ذلك. نعم. بارك الله فيكم. انتقل إلى السائل آخر. المرسل أبو عبد الله يقول: ما هي حدود حريات الأولاد إذا بلغوا، وهل لهم أن يخرجوا عن طوع آبائهم وأمهاتهم إذا كبروا؟ حقوق الوالدين باقية حتى بعد وفاة الوالدين، لهم حقوق على أولادهم بالبر والإحسان والاستغفار لهما والدعاء لهما وإنفاذ وصاياهما وقضاء ديونهما. بر الوالدين يبقى ولا ينقطع على الولد ولو كبر، حق الوالدين لا يسقط حال من الأحوال، حتى ولو كان كافرا، لو كان الوالد كافرا فله حق البر على ولده. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، واتبع سبيل من أناب إلي. فإذا كان الوالد الكافر له حق على ولده بالبر والإحسان إليه، فكيف بالوالد المسلم؟ حق الوالدين عظيم وعقوقهما كبيرة وخطيرة من كبائر الذنوب، نسأل الله العافية. نعم. بارك الله فيكم. أعود إلى السؤال من أسئلة الأخ أبو زيد حفظكم الله من الرياض، يقول: ما معنى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله؟ ما المقصود في ذلك؟ المقصود أن الإنسان لا يقترح على الله أو على رسوله أن يقول كذا أو أن يحكم كذا. إذا حصلت مشكلة أو نازلة فإنه يرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله، ولا يقول بحكم أو حل للمشكلة من غير الكتاب والسنة. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تتعجلوا بالأحكام على الأشياء أو على الحوادث حتى ترجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا في بعد وفاة الرسول. أما في حال وجود حياة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم يتأدبون معه صلى الله عليه وسلم ولا يسبقونه بالقول. نعم. بارك الله فيكم. عبد العزيز البديوي حفظكم الله يقول: في آخر سورة التين قال الله عز وجل: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فهل لو قلت بلى أحكم الحاكمين يبطل في ذلك صلاتي؟ وكذلك أليس الله بكاف عبده إذا قلت بل كافي؟ احتاج إلى دليل. ما في دليل على هذا، ما دام ما في دليل الصلاة لا يقال فيها شيء إلا بدليل، لا تقل هذا. نعم. أثابكم الله. نعود إلى أسئلة البرنامج حفظكم الله. هذا السائل يقول: ما حكم من يمزح بكلام فيه استهزاء بالله أو بالرسول صلى الله عليه وسلم أو الدين؟ حكمه أنه يكفر، يرتد عن الإسلام، وذلك بنص القرآن الكريم: الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبا عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الله جل وعلا قال: لا تعتذروا. هم جاءوا يعتذرون بعد هذا المقال، يقولون إنما كنا نخوض ونلعب. الله جل وعلا قال: قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. هذا ردة عن دين الإسلام والعياذ بالله. فيجب على المسلم أن يحفظ لسانه عن هذا الكلام ولو كان مازحا. الدين ما فيه مزح، ولا يجوز المزح في أمور الدين. نعم. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر حفظكم الله يقول: هل يلزم على كل مسلم أن يتبع أحد المذاهب الأربعة؟ إذا كان عنده استطاعة معرفة الحكم من دليله، عنده استطاعة بمعرفة الحكم من دليله، فلا يجوز له يقلد أحدا. ما إذا كان ما يستطيع فلا بد من التقليد. اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فهذا اتباع على الحق. إذا كان ما عنده دليل فإنه يتبع أحد المذاهب الأربعة. قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا يضيع في هواء
هواه وفي اجتهاداته الخاطئة وهو ما عنده أهلية. نعم. الأخ فهد بارك الله فيكم من الرياض يقول: ألاحظ في بعض البلاد الإسلامية أن هناك أناس يطوفون بالقبور عن جهل، فما حكم هؤلاء؟ هذا الجهل ما هو واضح في فعله ماذا. الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك واضح في القرآن والسنة، هذا من الأمور الواضحة التي يعرفها العامي والمتعلم، كل يعرفها، تحريم الشرك ووسائله، تحريم البدع والمحدثات، هذه أمور واضحة جلية من الكتاب والسنة، ليس في هذا جهل، وإنما في هذا تقليد لأهل الضلال وترك لأهل الحق وترك للدليل، هذا هو السبب. فالأمور الواضحة لا يعذر لا ليس فيها جهل حتى يقال يعذر فيها. الجهل إنما يكون في الأمور الخفية. الأمور الخفية نعم قد يجهلها الإنسان، يعذر بالجهل إذا كان هذا الأمر خفي، يحتاج إلى بحث ويحتاج إلى أهلية بحث معرفة للأدلة. أما الأمور الواضحة والأمور الجلية مثل تحريم الشرك، تحريم البدع والمحدثات، تحريم الربا، تحريم الزنا، تحريم عقوق الوالدين، هذه أمور واضحة ما هي خفية. نعم. بارك الله فيكم. أنتقل إلى سائل آخر حفظكم الله، يقول: ما حكم تنظيم النسل خوفا على الأولاد أو من الأولاد من فساد المجتمع والفقر؟ لا يجوز تحديد النسل. الإسلام حث على طلب الذرية، قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. الذرية مطلوبة وكثرة الذرية مطلوبة، ما في ذلك من الخير للإنسان وللمجتمع، والرزق بيد الله جل وعلا، ليس الرزق عندك، نحن نرزقكم وإياهم، الرزق تكفل الله به، ولا يخلق خلقا إلا ويرزقه سبحانه وتعالى، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. الرزق بيد الله لا بيدك، وليس محصورا فيما عندك، خزائن الله ملأ ولله خزائن السماوات والأرض، توكل على الله واطلب الذرية لو كثرت، أنت لا تدري ما الذي يصلح منها، ثم لا تدري ما الذي يبقى منها أو يموت، لا تدري عن هذا. نعم. أحسن الله إليكم. السائلة تقول: امرأة توفي زوجها ولم ترغب بعد بالزواج، وقد تقدم لها أخ الزوج المتوفى، تقدم لها بالزواج لأنها في أرض غربة وليس لها محرم ومن مصلحة الأولاد، فاشترطت أن يتزوجها بكتابة عقد فقط دون أن يدخل بها لكي يكون محرما لها فقط ويقوم بشؤون أولاد أخيه دون حرج من دخول البيت، ووافق الأخ بهذا الزواج، فهل هذا جائز؟ هذا شرط باطل، هذا معناه شرط عدم مقتضى العقد، هذا إذا كان الشرط يقتضي أو يتنافى مع مقتضى العقد فهو شرط باطل. والمقصود من الزواج بالدرجة الأولى هو الاستمتاع والوطر، قضاء الوطر، لأن هذا الأمر من ضرورات الحياة، وهذا أيضا فيه عصمة من الوقوع في الفواحش، فهو خير للطرفين، كيف تشترط عليه أن لا يقربها وأن يكتفي بالعقد ويكون القصد منه المحرمية فقط. نعم. أثابكم الله شيخ صالح. وأنتقل إلى سائل آخر يقول: هل أسماء الله سبحانه وتعالى محصورة؟ ليست محصورة، قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولم يحصرها. والنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه يقول: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك. فقولها أو استأثرت به في علم الغيب عندك، هذا دليل على أن لله أسماء لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول: ما حكم من يخص الذكور بالعطاء دون الإناث، وهل هذا من الجاهلية؟ لا يجوز تخصيص بعض الأولاد بالعطية. جاء بشير بن سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد منح ابنه النعمان عطية، فقالت أمه: حتى تشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء ليشهد الرسول عليها، قال صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ قال: لا. قال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. ثم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقال: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إذن، يعني فلا تعطي بعضهم تترك البعض الآخر. نعم. بارك الله فيكم. هذه إحدى الأخوات تقول: أنا من الجزائر وأسأل عن وجوب الصلاة في مسجد مدفون في محيطه قبر، وهذا القبر داخل غرفة بجوار المسجد، أي في محيطه
محيطه، أريد الجواب منكم. هذا مبني على قبر، ولا تجوز الصلاة عند القبور. نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور وعن اتخاذ القبور مساجد أي مصليات، ولعن من فعل ذلك. لا يجوز الصلاة عند القبور لأن هذا من وسائل الشرك والعياذ بالله. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر من ذلك صلى الله عليه وسلم. نعم. السؤال الآخر حفظكم الله، هل يشرع للمرأة أن تؤذن وتقيم لصلاة الفريضة بعد دخول وقتها إذا لم تسمع أذان صلاة أحد المساجد المجاورة؟ ليس على المرأة أذان ولا إقامة، هذا من شأن الرجال، ولا يجوز لها أن تفعل ذلك لعدم الدليل على ذلك. نعم. السؤال الآخر حفظكم الله، كيف تكون صلة الرحم؟ يعني هل تكون مثلا في كل أسبوع، في كل شهر، عن طريق الهاتف أو الاتصال المباشر؟ كله جائز حسب الإمكان، حسب الإمكان، وإذا أكثرت من صلة الرحم فهو أفضل. نعم. ما حكم صيام أو تخصيص يوم السبت للصيام سواء كان قضاء أو سنة؟ القضاء لا بأس، يقضي في أي وقت، وأما الاستحباب فهذا فيه خلاف وفيه دليل ضعيف في النهي عن صوم يوم السبت، دليل ضعيف، الأولى أن الإنسان يتجنبه. نعم. هذا سائل آخر يقول حفظكم الله، من أخر صيام القضاء إلى 10 ذي الحجة وصامها بنيتين ما الحكم؟ ليس له إلا نية القضاء، ولا يؤخر المشروع المبادرة لقضاء رمضان، ولا يؤخرها إلى 10 ذي الحجة لأجل أن يجمع بين النيتين، يبادر بالقضاء، وإذا جاءت 10 ذي الحجة يصومها، يحصل على أجر أداء الفريضة وأداء النافلة، ولا يضيق على نفسه. نعم. بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة بسؤالين للأخ محمد من الرياض، يسأل عن قضاء راتبة الفجر، هل تقضى بعد الصلاة مباشرة أم بعد الأذكار؟ تقضى بعد الصلاة مباشرة، قصد أذكار الواردة بعد الصلاة؟ نعم. لا، بعد الأذكار، إذا أتى بالأذكار الواردة بعد الصلاة يقوم ويصلي راتبة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر سأله عن هذه الصلاة، قال إنه فاتته راتبة الفجر، فأقره على ذلك، وإن أخرها إلى بعد ارتفاع الشمس فهو أفضل. نعم. يقول بارك الله فيكم، ما الفرق بين صلاة الشروق وصلاة الضحى؟ هي صلاة الضحى. ومتى تبدأ؟ تبدأ من ارتفاع الشمس قدر، وهي صلاة الشروق أو صلاة الضحى، سمها ما تريد. وعدد ركعاتها شيخ؟ قلها ركعتان وأكثرها 8 ركعات. ومتى ينتهي وقت صلاة الضحى؟ ينتهي باستواء الشمس في وسط السماء فوق الرؤوس. نعم. جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا. أيها الإخوة، نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، نستودعكم الله، وهذه التحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.